ده بقى كده يا جماعه الشكل المدخل بتاع العماره بتاع البرج بتاع النهارده. ده كده المدخل كله رخام. ده كده شكل السقف بتاعه اهو. سبوتات مع الليد بروفايل. وبعد الكام سلمه دول بيجي لنا الاسانسير. كده بقى يا جماعه وصلنا الدور اللي فيه الشقه بتاعه النهارده. دي كده شقه النهارده اهي. واول حاجه بيجي لنا عداد الكهرباء. عداد كهرباء قديم 3 فاز يا جماعه 3 فيز. طبعا ده يعتبر كنز دلوقتي في مجال العقارات. وطبعا الشقه كامله المرافق. في عندنا ده الماسوره الغاز اهي. دي طبعا واصله لجوه هوريها لحضراتكم دلوقتي من جوه. يلا بقى نخش نشوف الشقه بتاعت النهارده ونقول بسم الله ما شاء الله. شقه النهارده يا جماعه مساحتها 130 متر تحت العجز والزياده. الشقه غرفتين ورسبشن قطعتين ومطبخ امريكان واتنين حمام. ده كده اول ما بندخل بيجي لنا الريسبشن ده. ما شاء الله يا جماعه البلكونه في الوش اهي. الشقه تهويتها حلوه جدا كلها بتبص على الشارع يا جماعه. تعتبر واجهه كلها بتبص على الشارع. هي بس محتاجه وش دهان ومحتاجه شويه توضيبات كده هتبقى في منتهى الجمال. ده كده الريسبشن اهو يا جماعه قطعتين. تعالوا نشوف البلكونه الاول وبعد كده نرجع نكمل بقيه الشقه ونشوف بقى الايه الحمامات والمطبخ وكل حاجه. هنا كده عندي البلكونه اهي. ده كده الشارع. ده شارع 15 متر متفرع من شارع 20 متر، الشارع اللي هناك ده 20 متر. طبعا العماره ناصيه زي ما حضراتكم شفتوا من تحت. يلا نرجع نكمل بقيه الشقه. طبعا مش هذكر حضراتكم يا ريت اللي لسه ما اشتركش يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصلك كل يوم جديد، وتقديرا للمجهود اللي احنا بنبذله تعمل لنا لايك. ده كده يا جماعه هو الريسبشن. ده ريسبشن قطعتين على فكره مرتاحين جدا لان الشقه دي تعتبر تحميل قديم. والتحميل القديم طبعا يا جماعه بتبقى المساحه بتاعته حلوه جدا. هنا كده بيجي لنا طرقه التوزيع اللي بتودينا على الغرف والحمام الكبير. وهنا كده اللي على اليمين ده باب الشقه اللي احنا جايين منه. وهنا كده الامريكان كيتشن او المطبخ الامريكاني. وهنا كده حمام الضيوف. ده كده المطبخ يا جماعه الامريكان. ما شاء الله مساحته حلوه. مساحته حلوه جدا. اهي. كده المساحه بتاعته. وعندي الشباك ده بيبص على المنور. وهنا كده عندي عداد الغاز. ده عداد الغاز اهو. شقه كامله المرافق كهرباء وغاز وميه. وطبعا الشقه مرخصه وحصه في الارض. ده المطبخ ودي المساحه بتاعته. طبعا هنا البوتاجاز ماسوره الغاز نازله هنا اهي. وده كده الحوض بالرخامه دي. طبعا مفيش حد قاعد في الشقه ففي تراب وحاجات زي كده. وكده كده الشقه محتاجه وش نظافه يا جماعه. ده كده المطبخ. تعالوا نشوف الحمام الصغير. ده الحمام الصغير اهو. اهو الحمام الصغير بتبقى مساحته صغيره. وهنا انا محتاج طبعا حوض، الحوض بتاعه بس مش موجود. طبعا سهل طبعا هيتركب مفيش فيه اي مشكله. ده كده يا جماعه الريسبشن. كده شفنا الريسبشن والحمام الصغير والمطبخ الامريكان. تعالوا بقى نخش نروح نشوف طرقة التوزيع ونشوف الغرف. الشقة كلها يا جماعة بتبص على الشارع. على الشارع ال 15 متر اللي حضراتكم شفتوه ده. هنا كده بقى الغرفة الأولى أهي. دي يا جماعة مساحتها تقريبا كده يعني الصافي اللي أنا شايفه قدامي الصافي يعمل له حوالي 4.5 في 4.5. ان شاء الله المساحات القديمه دي او التحميل القديم بتبقى المساحه بتاعته حلوه جدا. ده الشارع اهو يا جماعه. الحي راقي جدا يا جماعه على فكره. ان شاء الله الحي حلو جدا. افتح لكم بس الشباك ده كده. اهو يا جماعه الشارع هناك اهو. ده الشارع. الشارع هادي. دي كده الغرفه الاولى.
بص يا جماعه ما شاء الله المساحه يعني دي تاخد غرفه نوم مرتاحه جدا. بعد كده هنا بيجي لنا الحمام الكبير، ده الحمام الكبير اهو، دي المساحه بتاعته، واخد بانيو ومستريح. وهنا برضو عندي الغاز واصل في الحمام اهو، ده كده الغاز، ودي المدخنه بتاعي السخان بتاع الغاز. طبعا يا جماعه بنصح اي حد ياخد شقه كانت مسكونه قبل كده او حد ساكنها قبل كده انه يغير الطقم الصحي. دي يا جماعه حاجه مهمه جدا، هو على فكره هو نظيف، ولكن يعني يفضل انك تغير الطقم الصحي، يعني هو بس اللي عليه كله تراب، انما كويس جدا مفيش فيه اي مشكله، بس الافضل انك تغيره. بعد كده هنا بتجيلنا الغرفه الثانيه. بصوا يا جماعه المساحه ما شاء الله، دي تقريبا كده اربعه صافي في خمسه ونص، ما شاء الله مساحتها حلوه جدا. بص يا جماعه الغرفه بجيبها من كل اتجاه. بصوا يا جماعه المساحه ما شاء الله، مساحه جميله جدا. ومن اجمل الحاجات طبعا في الشقه بتاعت النهارده ان كلها منوره، يعني انا دلوقتي بص كله منور، كله فاتح الشبابيك، الاضاءه كلها جايه من الشبابيك، يعني زي ما بيقولوا كده شمس وهواء. يا جماعه الشارع اهو الرئيسي، واحنا بنبص هنا على الشارع الفرعي، يعني الشارع الفرعي 15 متر، الرئيسي 20 متر، ما شاء الله المساحات حلوه جدا، والمنطقه من المناطق الراقيه. ودي كده يا جماعه الشقه بتاعت النهارده، يلا نراجع مع بعض بقى البيانات مره ثانيه كده بسرعه. الشقه يا جماعه مساحتها 130 متر تحت العجز والزياده، تحميل قديم. الشقه في الدور اول بلكونه بعد الارضي، يعني دور قريب، في برج طبعا 11 دور وفي اسانسير. الشقه كامله المرافق، كهرباء وغاز وميه. الشقه مرخصه وليها حصه في الارض. الشقة عنوانها فيصل، بين فيصل والهرم، شارع ناصر الثورة، من الشوارع الراقية جدا والمطلوبة جدا. الشقة يا جماعة مطلوب فيها 2,700,000. وطبعا لأي استفسار أرقامنا موجودة قدام حضراتكم على الشاشة، في رقم فون ورقم فون زائد واتساب، في حالة عدم الرد على طول ابعت رسالة على رقم الواتساب هنرد عليك على طول. مواعيد العمل من الساعة الواحدة ظهرا وحتى الساعة التاسعة مساء، والأجازة الرسمية يوم الجمعة. أتمنى فيديو النهاردة يكون عجب حضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المهندس حازم عبد الله.